ايه سر انتقالك للزمالك بعد الاهلي يعني؟ وايه والصفقه كانت ايه كواليسها وايه اللي حصل؟ بص، انتقال النادي الزمالك يعني انا ايه، انا قعدت 3 سنين ونص كان في النادي الاهلي وادائي كان كويس جدا الحمد لله. حصل مشاكل كتيره مع مستر مانو جوزيه ومواقف كتيره جدا معاه، فبدات شخصية صعبه. لا، هو انا اللي كنت بغلط يعني، هو شخصيه برضو في الاخر طول ما انت كويس مش هيقدر يجي جنبك يعني. انا اغلط أنا بس خلاص تغلط هتبدا تمشي تحو كده يمين او شمال هتبدا، لان عنده لعيبه كتير يعني النادي الاهلي، فالمنافسه عاليه، فانت لازم تفضل في تركيزك اللي على طول. فانا حصلت كذا، وبعدين قعدنا سنه ونص في مشاكل وكلام ده، ورحت اعاره وكده، ورحت اعاره السعوديه، وبعد كده رحت اعاره اتحاد الشرطه وكده. ف هي النقطه ايه بعد النادي الاهلي؟ انت عندك، معلش مع احترامي كل الانديه طبعا على راسنا وعلى دماغنا من فوق كلهم، بس انت بتبقى عايز تفضل في الليفل العالي اللي انت كنت فيه اللي هو النادي الاهلي يعني، فهو نادي الزمالك. فانا رحت نادي الزمالك، حتى رحت بفلوس على فكره قليله جدا، وكان جاي لي عروض اعلى يعني طقطقين عن نادي الزمالك وكده. في مصر ولا بره مصر؟ في مصر. وجالي عرض بره مصر، كان المريخ السوداني، بس انا كنت ساعتها كنت لسه في الجيش وكده، فما عرفتش اسافر، ما كانش هينفع وكده. وليرز كان جالي العرضين دول، فزمالك كان افضل خيار محلي لكابتن حسن. بالظبط. فروحت رايح وفلوس قليله، واديت موسمين. في ناس كتير قوي يعني تقول لك لا ده حسن ما كانش لا، انا كنت في نادي الزمالك بجري اكتر ما كنت بجري في النادي الاهلي، لان كان عندي لعيبه ما بتدافعش يعني، دايما طول ما هو معهوش الكوره ما بيدافعش كويس قوي، فكنت بفضل ادافع هنا وهنا، فكنت باجي بعد الماتش كنت ببقى ميت يعني، تبقى مجهود زياده في الزمالك يعني. بالظبط كده. فلا اديت موسمين كويسين، وجمهور الزمالك الحمد لله حبني واحترمني، ومع اني كان في الاول برضو كان في شويه مشاكل كده، عشان لعبت ماتش مع الناشئين وعملت حركه كده، فكان جمهور الزمالك زعلان مني وكده، ما كانوش بيشجعوني في بدايه اول سنه ليا. تاني سنه بداوا يعني هو جمهور النادي الزمالك طيب يعني، بيعدل الناس فلما لقاني بموت نفسي وبجتهد وكده. حتى في ماتش، كان ماتش الكاس واحنا خسرانين في اخر الموسم الاولاني يعني، الناس قعدت تسقف لي وتشجعني وكده، فدي رغم الخساره يعني، رغم الخساره كانت من الاهلي كمان. فدي كانت حاجه مبسطاني، وعلاقتي بجمهور الزمالك علاقه كويسه يعني الحمد لله. طب هل يعني انتقالك للزمالك هل ده ضريبه لسه بتدفعها عدم وجودك في الاهلي، سواء في منصب او في حتى في التدريب يعني؟ ما دربت بيراميدز، الاتحاد، الزمالك، ولكن الاهلي مش موجود خالص في الاهلي، مع ان في لعيبه تانية راحت الزمالك ورجعت الاهلي عادي ماسكه مناصب. هي النقطه برضو اللي انا بقعد افكر فيها، انا بعد ما بطلت اشتغلت مع الكابتن حسام حسن يعني، كابتن حسام وكابتن ابراهيم، فطول عمري انا باصص ان انا اشتغل في ليفل عالي يعني، ان هو الحمد لله لعبت اهلي وزمالك وانديه كتيره ولعبت منتخب مصر، فالواحد مش هيرجع يعني كم خطوه كده اشتغل في ناشئين. يعني الاهلي كان هيبقى ناشئين. ناشئين، انت لازم طبعا بتتدربي كده تدريجات كده في النادي الاهلي، تشتغلي في الناشئين او الزمالك، تشتغلي في الناشئين وبعد كده تفضلي تعملي اداء كويس مساعد، وبعد كده تبقي مدير فني، وبعد كده انا عديت المرحله دي، بقى لي 9 سنين شغال في الدوري الممتاز، فانا مش هينفع ارجع تاني الخطوات دي لورا. انا ممكن دلوقتي يعني ان شاء الله باذن الله، هو اللي انا بفكر فيه ان انا اشتغل امسك فريق في الدرجه الثانيه مثلا، لو ما فيش حاجه في الدوري الممتاز فريق في الدرجه الثانيه في الدوري المحترفين. ففي حاجات بتبداي تخططيها، ان انت تروح النادي الاهلي او نادي الزمالك هتمسكي ناشئين، ده صعب بالنسبه لي دلوقتي، مرفوضه. فعشان كده ممكن يكون الامور امسك الدرجه الاولى، لا صعب ان انت تيجي تمسكي في الدرجه الاولى. ايه بقى الامور ان انت محسوب هنا او هنا؟ انا لغايه دلوقتي مش عارف والله ما عارف انا محسوب على الاهلي ولا الزمالك. طب هل الناس دي راضيه عني ولا ده راضي عني؟ فانا مش عارف. انا الحمد لله علاقتي بالناس كلها كويسه، انا ما بعرفش اميز لحد، ما بعرفش حتى ارفع سماعه التليفون لحد واقعد اميز عليه ولا كده. طب بتشجع مين؟ لا، هو انا دلوقتي برضه عشان الناس تبقى الامور واضحه يعني، انا راجل تاريخي كله، ناشئيني كلها في النادي الاهلي، تاريخي كله في النادي الاهلي، فمش هاجي في يوم وليله اقول لك انا بقيت زملكاوي عشان لعبت سنتين في نادي الزمالك وكده. لا، انا بحترم جمهور نادي الزمالك وناس بحترمها وبحبها جدا،
واشتغلت في نادي الزمالك بس مع مدير فني زي كابتن حسام وكابتن ابراهيم، بس انا في الاخر انا راجل اهلاوي مشجع اهلاوي يعني. الاهلي لما بيلعب هو بتشجع الاهلي يعني. مش بتعصب بس بقيم الامور كويس، ببص على الفرق ايه اللي ناقصه، لان دلوقتي الواحد بدا يحل شويه. كابتن اهلاوي بتشجع الاهلي؟ لا بشجع الاهلي كده. مش لا مش هضحك عليك يعني، انا مش طب انا عايز اعرف منك يا كابتن يعني. ازاي مثلا يعني حضرتك كنت من ناشئي الاهلي ومحب للاهلي ومشجع للاهلي، ازاي بتقدر تعمل السويتش ده وتروح الزمالك وتبقى لاعب في الزمالك ومطالب بان تفوز للزمالك؟ ويعني مثلا لو ماتش قدام الاهلي يعني ازاي مشاعرك يعني الجزء بتاع مشاعرك ده بيروح فين وتشجيعك؟ هي سؤال حلو والله يعني. هو برضو في حاجات ممكن كده تبقى ايه جوه البني ادم يعني جواه، مثلا انا راجل اهلاوي وبحب ورحت نادي الزمالك مثلا، بس عايز اثبت للناس كلها لا الناس دي غلطت في حقي، الناس دي عملت معايا حاجات كتيره مش كويسه، بس انا لا لا مش عايز اقلل من النادي الزمالك، عشان برضو نادي الزمالك نادي كبير، نادي كبير عنده جماهير كبيره. مش محطة مش اللي هو انا رحت نادي الزمالك عشان اقعد لي سنتين وارجع الاهلي تاني، لا والله والله انا 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 جاي وانا في الاتحاد، بس هو النصيب في الاخر جالي نادي الزمالك، كانت ممكن بقى هي دي النقله. يعني هي النقطه بقى اللي انا اقول لحضرتك عليها، انا جالي وانا في الاتحاد نادي الزمالك، فكان لنا حسام عبد العال اللي هيخش نادي الزمالك، لو انا كنت رحت نادي الزمالك في الفتره ديت واخدت بطولات كتيرة وقعدت مثلا 7-8 سنين في النادي الزمالك ولا ممكن 10 سنين، كنت ممكن اقدر اقول لك ان انا ممكن ابقى زملكاوي. يعني عشان لو بقى خلاص بقيت جزء من الكيان يعني. بالظبط كده. فانا بستغرب لناس ان هي لعبت 5 دقايق في النادي الاهلي او لعبت 5 دقايق في النادي الزمالك ويقول لك انا زملكاوي ولا انا اهلاوي. حسب المصلحة هتبقى فين دلوقتي يعني؟ انت جبت الزتونة كده من الاخر.